نحكيه على اليوم الأول أمس انطلقت عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في الصيدليات إيفاكس صيدلية إيفاكس فارماسي. بطبيعة البوابة اللي تنجموا تدخلوا من خلالها التسجيل انكم بتشوفوا الفارماسي القريبة منكم وتسجلوا وتمشيوا تاخذوا اللقاح. شو نوعية التلقيح الموجودة وما هي نتائج اليوم الأول من التلقيح في الصيدليات في انتظار بطبيعة أن التلقيح توصل للمخابر وأيضا عند الأطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان حتى هكا نسرع في عملية التلقيح وتوصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين حتى نعديه وعلى قليلة هالأزمة اللي تمر بها بلادنا. سعيدة جدا باستضافة الدكتورة ملكة المدير نائب كاتب عام نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. دكتورة صباح الفل ومرحبا بك. بخير لله وبخير لكل المستمعين. شكرا على قبول دعوتنا. نتائج اليوم الأول أمس انطلقت عملية التلقيح في الصيدليات، عدد الصيدليات التي انخرطت في هذه العملية وعدد الناس اللي خذوا التلقيح أمس؟ والله كانت عملية بديت عملية ناجحة، فما قبول كبير على الصيدليات. كما تعرف صيدليات قربت العملية التلقيح قربت للمواطن عن طريق الصيدلية، فالناس الحق قيدت وبدأت باش تتلقح وما زالت لغانديفو ماشية متواصلة على البوابة وكل يوم تتزايد قاعدة. دونك البارح بدينا ب 420 صيدلية على كامل تراب الجمهورية. العدد هذا باش يمشي ويزيد كل أسبوع على خاطر كما تعرف فما لوجيستيك بتاع باش نوصل الصيدلية المركزية توصل لهم الفاكسان عن طريق الموزعين بالجملة. دونك مرة في الجمعة باش تصير التوزيع. دونك كل جمعة العدد يزيد وإن شاء الله بقدرة ربي من هوني لآخر الشهر باش نوصلوا شي 1000 1200 صيدلية بقدرة ربي. توا بدينا البارح ب 420 كما قلت لك قبول كبير، برشا دي بريز دو رانديفو. دونك العباد اللي يسون كونسيرني باغ التلقيح في الصيدلية هما اللي عمرهم 40 سنة فيما فوق. والتلقيح المتوفر هو أسترازينيكا اللي هو محدد للفئة العمرية هذيا. معناتها ندخلوا على إيفاكس فارماسي نشوفوا حتى إيفاكس بوانتيان أوفيت زوز معناتها البوابة اللي من سنتين نستعملوها. فما إن روبريك هكا في الباج داكوي اسمها حدد الآن الموعد في الصيدلية. تدخل على الليف أون كليك دوسو تلقى سواء أنت تعرفها الصيدلية اللي مشاركة بالاسم، مثلا في حومتك تعديت الفارماسي نتاعك طلعت مشاركه ولا تعديت في الحومه لقيتها حتى افيش هنا نلقح. نجم تدخل تلوج عليها باسمها دونك ولا تدخل تلوج عليها اون ريشيرش تري افيني، معناتها تدخل الولايه المعتمديه العماده تختار انت معناتها باش تقربها ليك معناتها اكثر ما يمكن. يعطيك الصيدليات اللي تلقح معناتها القريبه منك. اي توت لي صيدليات اللي بديت تلقح البارح هما انسخيت في المنظومه. دونك انت تختار دونك الولايه المعتمديه العماده تقرب ليك التلقيح معناتها الى قدر الممكن. بعد تخرج لك ليست نتاع صيدليات تختار واحده منها. وهي اون فوا تختارها تخرج لك روزنامه. روزنامه المواعيد نتاعها. شنو هو الحاجه اللي موجود في ريسوسيتين؟ سكو انت ماكش انت مش المنظومه تحكم فيك وقتاش تستدعيك، انت تشوف روزنامه فيها اوقات باغ اكزومبل الصيدليني هذاك حتى اوقاته من الساعه 10 للساعه 12 كل 10 دقائق باش يقبل المواطن. دونك تلقى ال 10 20 ل 10 و 4 ل 10 ونص تبدا تمشي تختار. دونك انت الوقت اللي فاتت كيما تلقى صيدليه نهار فما صيدليه الليل زاده. صيدليه الليل ايضا مشاركه في العمليه. نعم أي صيدليات الليل مشاركة أيضا في العملية. كل الصيدليات. لو كيما ما عندكش وقت في النهار تنجم تشوف صيدلية ليل زادة، جينيرالمون تلقى مكتوبة صيدلية ليل فلان الفلاني. دونك تختارها تعرف دونك صيدلية ليل لي زوغيغ نتاعها باش يكونوا من 7:30 نتاع الليل قلع الأوق. دونك عملناها أون فيت باش تكون سي أنوتي اللي المواطن ينجم يلقى أريحية وينجم يلقى الوقت اللي يساعده باش ينجم يلقح في الصباح في العشيه في الليل باش ما يقولش راني ما مشيتش لمركز التلقيح على خاطر الموعد يعطوهولي انا ما كنتش متفاضي. هاكا انت تو تختار وقتك. تختار الوقت اللي يساعدك. نعم تختار الوقت اللي يساعدك في النهار والا في الليل. ما الاوقات نتاع الصيدليه هذيك ما عجبوكش تمشي صيدليه اخرى. معناتها فريمون اون ايسيي دافيني لا ريشيرش ودو فاسيليتي للمواطن انه يكون
معناتها ما مرتاح باش يمشي يلقح في الوقت اللي ساعدوها. 420 صيدليه امس بداوا في عمليه التلقيح لهذا الاسبوع، معناتها بالنسبه للمواطنين تلقيح واستخزينيكا لعمرهم من 40 فما فوق. قديش من مواطن امس اقبلوا على الصيدليات ولقحوا خذوا التلقيح؟ والله هنا اليوم بركه البارح بركه طلعنا من وزاره الصحه تعطينا لي رانديفو، معناتها الناس اللي خذات لي رانديفو ومشات لقحت. توا مازال ما بعثوناش لي شيفخ، مي فما 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 الالف موجودين البارح قبلوا على التلقيح البارح في الصيدليات. حوالي الف معناتها تقريبا فوق ولا لوطا هم فما فما مليون خاص احصائيات وزاره الصحه اللي قالوا لنا عليهم، فما مليون شخص فوق ال 40 سنه مازال ما لقحش. دوك انا نستدعي كل المستمعين يسمعوا فيا، كان عندهم اقاربهم اصحابهم هما بيدهم، بربي اللي ما لقحش فوق ال 40 سنه يتفضل يلقح في الصيدليه هكا اسهل له، راهو هذا هو الحل الوحيد معناتها لمكافحه هذه الجائحه. نمشيو لقحوا، خلينا نمروا معناتها من الازمه هذيا ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. فلا هذا هو الهدف بالنسبه لنا الكل تقريبا، اليد في اليد من اجل ان نرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. ربي يرفع علينا هذه الغمه. كاش عملوا صيدله دايوغ، نحب نشكرهم عبر هالمداخله هذيا، يعطيهم الصحه خاطر معناتها قبلوا بالاكت هذيا ونشخرتوا فيه بالحق قبول كبير برشا، ويعطيهم الصحة باش يعاونوا المجهود الوطني فريمون، يعطيهم الصحة. شكرا، يعطيك الصحة دكتورة ملكة المدير نائب كاتب عام لخافة أصحاب الصيدليات الخاصة، شكرا ليك على الإيضاحات اللي قدمتها، تحية من خلالك لكل الصيادلة. احنا نوصل معكم مشوار العشرة